ننتقل يا شباب الى داخل الكرينيال، وشفنا الى داخل الكرينيال نقول عن هذا المكان كامل، نقول عنه الكرينيال كافيتي، ويتكون من 3 أجزاء او 3 فسة. نقول عن هذا الجزء الامامي الانتيريور كرينيال فسة، ونقول عن هذا الجزء الوسطي الثنتين هذا نقول عنهم ايش؟ الميدل كرينيال فسة، والجزء الأخير هذا نقول عنه البوستريور كرينيال فسة. هذا البدي أو هذا الجزء أو هذا العظم الذي موجودة في الوسط مع الجناح باللفت والرايت نقول عنه هذا، لو لاحظنا هنا هذا العظمة الذي في الوسط تشبه الفراشة، هذا الأجنحة حقها الليسر والجريتر وينج أوف ذا سفنويد بون. لو لاحظنا يا شباب الليسر وينج اوف ذا سفنويد بون هو الذي يعمل او يفصل ما بين الانتيريور كرينيال فوسا وما بين الميدل كرينيال فوسا، تمام؟ وفي معناها ان البتروس بارت اوف ذا تمورال بون يفصل ما بين الميدل عن البوستريور فوسا. طيب لو لاحظنا هنا في اكثر من استركشر موجود في المقدمه، لو لاحظنا هذا الكريستال موجود هنا نقول عنه فرونتال كريست، نقول عنه الفرونتال كريست. هنا احنا عرفنا ايش الكريست، البروز الحاد، نقول عنه ايش؟ كريست. نقول عن الانتيريور كرينيال فوسا تكون من 3 عظمات، هذه عظمه الفرونتال وهذه عظمه الاثمويد بون، بالاضافه الى الجزء الامامي من عظمه السفنويد بون، فلو لاحظنا هذا العظمه يا شباب نقول عنها الكريبري فور، هذا العظمة المخرمة أو المثقبة نقول عنها الكريبري فول مبلاط، هذا الجزء من عظمة الإثمويد بون. وهذا البروز الظاهر من عظمة الإثمويد بون نقول عنها الكريستاجيلي، بالإضافة إلى هذا السطح يا شباب من الفرونتال بون الذي هو موجود فوق الأوربيت نقول عنه السوبريور أوربيتال سيرفيس، طيب لو لاحظنا في الميدل كرينيال فوسا يا شباب بنلاحظ هذا العظمة الذي بالوسط قلنا البدي أوف ذا السفنويد بون تحتوي على هذا الجزء أو هذا الجزء العميق أو هذا الدائرة نسميها السلة تورسيكية الذي تتموضع فيها الثلمس، ونلاحظ أن الجريتر وينج أوف ذا أو الليسر وينج أوف ذا سفنويد بون ينتهي إلى الأمام، على شكل كيلينويد أو نسميها الأنتيريور كيلينويد بروسس، وهذا الجزء برضه من السلة التورسيكية في الخلف نسميها البوستيريور كيلينويد بروسس. هذا الفتحتين يا شباب هي فتحة الأوبتيك كانال، نسميها الأوبتيك كانال الذي بيمر منها الأوبتيك نيرف، بالإضافة يا شباب إلى أنه هذا الجزء من الميدل فسة نسميها الجريتر وينج أوف ذا سفنويد بون، هذا الفيشر الذي جاي من هنا أو الذي ظاهر هنا جاي من الأوربت نقول عنه السوبريور أوربيتال فيشر. ولو لاحظنا برضو انه في معنى فورامين في الميدل فسة، هذا الفورامين الاولا نقول عنها الفورامين راتنتم، والفتحة الثانية نقول عنها الفورامين اوفال، والفتحة الثالثة نقول عنها الفورامين سبانوزم، والفتحة الذي بعدها الذي هنا في هذا المكان جهة البدي اوف ذا سفنويد بون نقول عنها الفورامين لاسرا الفورام، بالإضافة إلى أن هذا الأجزاء من عظمة التمبرال بون، هذا الجزء المسطح منها نقول له نقول عنه يا شباب السكوي مسبارت، الجزء الناعب، تمام؟ وهذا الجزء الذي المتعرج أو الكبير نقول عنه البتروس بارت، تمام؟ هذا البتروس بارت وهذا السكوي مسبارت أوف ذا التمبرال بون، هذا السكوب إنه موجود معنا هنا في البتروس بارت. اعلى البتروس بارت فيه هنا ساينس نسميه السوبريور بتروزال ساينس، عباره عن غروف او خط كده نقول عنه السوبريور بتروزال ساينس، بالاضافه الى الفتحه الذي موجوده على البتروس بارت هنا من جهه البستريور كرينيال فوسا نقول عنها الانترنال اودياتري ميتس، تمام، الفتحه السمعيه من الداخل نقول عنها ايش؟ الانترنال اودياتري ميتس، بالاضافه الى يا شباب انه هنا اسفل البتروس بارت من ناحيه البستريور كرينيال فوسا في موجود معنا برضو فورامين موجود هنا نسميها الجاجولر فورامين، تمام، بالاضافه الى السينس الموجود اسفل البتروس بارت نسميها الانفيريور بتروزال سينس، الذي بيوصل الى الجاجولر فورامين، من الجاجولر فورامين برضو في جروف نسميه هنا السيجمويد سينس، وبعدين بيتصل
بيتواصل السيجمويد ساينس يا شباب على شكل ترانسفرس ساينس، ترانسفرس ساينس هذا السيجويمت ساينس، هذا الانفيريو بتروجل ساينس، وبيتواصل بعدين من بعد الجاجولر فورامين على شكل سيجمويد ساينس، وبعدين ينتهي بجهه بالهوريزونتال نسميها ترانسفرس ساينس، لما يتصل يا شباب الى الجهه الخلفيه من الاوكسيبيتال بون حتى يتصل مع الانفيريور والسوبيريور سيجيتال ساينس. السوبيريور سيجيتال ساينس يا شباب لو لاحظنا هذا الساينس الذي موجود هنا، هذا يسمى السوبيريور سيجيتال ساينس، هذا يسمى السوبيريور سيجيتال ساينس لو لاحظنا هنا. لما نتكلم عن ساينس في السكال او عن جيوب مملوءه بالبلط تمام نسميها ساينس، فهذا السوبيريور سيجيتال ساينس، وينتهي الى تحت على شكل الانفيريور في التنتوريوم الانفيريور سيجيتال ساينس، بالاضافه الى الترانسفير ساينس والسيجمويد ساينس. في عظمه هذه زي ما قلنا في البوستيريور كريون في لو لاحظنا هنا في معنى كنال على جانبي الفورامين ماجنم، هذا الفتحة الكبيرة اللي قلنا نسميها فورامين ماجنم، على جانبي الفورامين ماجنم في فتحتين هنا ليفت ورايت نقول عنها الهيبوغلوسيال كنال، نقول عنهم الهيبوغلوسيال كنال، بالإضافة إلى الكريستال موجود في الأوكسيبيتال نسميه الانترنال أوكسيبيتال كريستال، انترنال أوكسيبيتال ترنس، وهذا الإيمينانس نسميه الانترنال أوكسيبيتال كريستال، انترنال أوكسيبيتال برو تيوبرانس، والانترنال أوكسيبيتال برو تيوبرانس. بالإضافة يا شباب انه لو لاحظنا من هنا من الانفيريور فيو او نسميه البيزاليس اكسترنا، هذا نسميها البيزاليس انترنا وهذا البيزاليس اكسترنا، بنلاحظ بهذا الشكل زي ما اخذنا سابقا في المقدمه انه معنى هذه عظمه المكسيلاري بون، وهذا البروسس من عظمه المكسيلاري بون نسميه الهارد بلاط الذي يتكون من المكسيلاري بون من البلاطاين بروسس اوف ذا نسميه هذا البروسس البلاطاين بروسس اوف ذا المكسيلاري بون، سميناه بلاطاين بروسس لانه متصل مع عظمه ايش البلاطاين بون، لانه متصل مع عظمه البلاطاين بون عن طريق سيوتشر نسميها البلاطاينو ماكسيلاري سيوتشر، بالاضافه الى ان هذا عباره عن تو بروسز، هنا عباره عن الماكسيلاري بون هنا على الفك عباره عن تو بروسز يعني ليفت ورايت نسميها البلاطاين بون، في هنا بروسز نسميه البستريور نيزل سباين، البستريور نيزل سباين الذي شاهدناه من الامام من عظمه المكسيلاري قلنا لا انتريور نيزل سباين، ولو لاحظنا هنا يا شباب هذا النازل سبتم، وفي البلاطاين هنا في اكثر من في البلاطاين موجود في البلاطاين بلاطاين بون في تو فورامين الجريتر بلاطاين فورامين وال الليسر بلاطاين فورامين، وهذا الجزء البارز كذا نسميه الهيمالس، نسميه الهيمالس هذا الجزء البروز الموجود هنا نسميه الهيمالس، بالإضافة إلى الحاجز هذا نسميها النازل سبتم من الخلف، هنا شفنا النازل سبتم من الأمام وهذا النازل سبتم من الخلف، بالإضافة إلى هذا البترغويد بلاط الميديال واللترال بترغويد بلاط، هذا الميديال وهذا اللترال بترغويد بلاط يا شباب، بالإضافة إلى هذا الفتحات التي تكلمنا عليهم الذي هم موجودين هنا نسميهم زي ما قلنا في هذه نسميها الأوفال الفورامين أوفال، وهذه نسميها اللسرم، وهنا كانت موجودة الذي هي السبنوسم، وفي الأمام موجودة في البيزاليس انترنا الذي هي الرتنتم تمام، بالإضافة إلى الجاجولر هذا نسميها الجاجولر فورامين اللي أخذناها من الداخل، بالإضافة إلى هذه نسميها الكارويتد كنال، هذا نسميها الكارويتد كنال، هذا البروسز نسميها الستيلويد بروسز زي ما تكلمنا سابقا نسميها الستيلويد بروسز، وهذا نسميها الماستويد بروسز، وهذا الجروف نسميه هذا الفورامين نسميها الستيلوماستويد فورامين تمام، الستيلوماستويد فورامين والستيلوماستويد جروف، بالإضافة يا شباب إلى هذا الفتحتين تكلمنا عنهم الذي نسميه هيبوغلوسيال كنال، هيبوغلوسيال كنال، وهذا الكوندايلر نسميه الأوكسيبيتال كوندايل تمام الذي يتمفصل مع الفقرة الأولى من السيرفايكال بون، الفقرة الأولى من السيرفايكال بون، بالإضافة إلى أنه في مؤخرة في البوستيريور بارت أوف ذا السكال في عظمة الأوكسيبيتال بون في معنى هنا زي اللاين بنلاحظوا كذا زي التعرجات نسميه الإنفيريور نوكال لاين، وهذا نسميها السوبريور نوكال لاين، وهذا الكريست نقول عن الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، وهذا الجزء الكبير نسميه الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، وهذا الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، وهذا الانفيريور نوكال لاين، وهذا السوبريور نوكال لاين، هذا بالنسبه للاشياء الموجوده في الاوكسيبيت في السكال، بالاضافه يا شباب انه هذا المكان الموجود هنا
يكون ويك، يكون ضعيف، أضعف مكان في السكال بسبب التقاء أربع عظمات نسميها التريون. ها نسميه التريون، عبارة عن عظمة الفرونتال وعظمة التمبرال وعظمة البرايتال وعظمة السفنويد، التقوا هنا زي حرف الاتش، لو لاحظنا زي حرف الاتش موجود، هذه نسميها التريون، وهذه منطقة ضعيفة جدا، أضعف منطقة في ها هذا الالتقاء الأربع العظمات نسميه تريون. تمام، نسميه إيش يا شباب؟ تريون. بالإضافة إلى التقاء الثلاث العظمات هنا التمبرال والأوكسيبيتال و البرايتال برضو، هنا الثلاث التقاء الثلاث العظمات يا شباب، الاوكسيبيتال وتمبرال وبرايتال برضو نسميها الاستيريا، نسميها الاستيريا برضو، هذه منطقه ضعيفه. تمام، ها ايوه خلف خلف الاذن، نعم خلف الاذن. طيب هذا الفتحه يا شباب من الخارج تكلمنا عنها، بالداخل وقلنا نسميها الانترنال اودياتري ميتس، وهنا من الخارج نقول لها ها نقول لها يا شباب الاكسترنال اودياتري ميتس، وهذا الفسه نسميها الكونديلر فسه او المندبولر فسه الذي يتمفصل معها الهيد اوف ذا المندبل، الهيد اوف ذا المندبل، هذا الجنز الهيد اوف ذا المندبل. تمام، طيب لما يتولد الطفل يا شباب، يتولد الطفل يكون عنده هنا فتحة، ها نسميها بالعربي نسميها اليافوخ. تمام، طبيا أو تشريحيا نقول عنها الفونتانيل، نقول عنها فونتانيل، تكون هنا دياموند شيب في الأنتيريور، نسميها أنتيريور فونتانيل دياموند شيب، تكون غطاء بمبرين، تختفي بعد 18 شهر من الولادة، تختفي بعد 18 شهر من الولادة، الموجودة هنا ما بين عظمتي البرايتال والفرونتال نسميها الأنتيريور فونتانيل، نسميها أنتيريور فونتانيل. بالإضافة يا شباب إلى هنا موجودة برضو فتحة تراينجولان شيب يا شباب، نقول عنها برضو البوستيريور فونتانيل، نقول عنها بوستيريور فونتانيل، وتختفي بعد الشهر السادس من الولادة، تختفي بعد الشهر السادس من الولادة، بالإضافة إلى أنه في معنى هنا أكثر برضو من فونتانيل موجودين هنا، لكن نأخذ الأبرز منهم الأنتيريور والبستيريور فونتانيل. هذا ما يخص الإسكال يا شباب بطريقة مختصرة. تمام، بطريقة مختصرة، وتقريبا هو كل شيء.